مساك الله بالخير. مرحبا. الشيخ محمد بن جهير اليامي، الله يعطيك العافية. وياك. يا طويل العمر. بيك أكثر. يا طويل العمر. وإيش الأبيات اللي رديت فيها على سمو أمير حائل بمناسبة الكلمة اللي ألقاها لمؤتمر الإعلام التوافقي في نجران ولأهل نجران وأمير نجران؟ أمير حائل الله يطول عمره وقيادتنا في ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يستحقون منا كل تواصل ولا واحترام وطاعة وإخلاص. والله أنا سمعت كلمة أمير حائل وربط بيننا أقوى، سوى بيننا روابط حين أهل نجران وأهل حائل، وقلت أبيات مختصرة على قد أبياته، وأقول يا أمير حائل لك تحية وعرفان تمتد من حائل اليقصى تهامة، ويديم عز المملكة باسم سلمان، ويديم عزه قصر اليمامة، ولي عهد المملكة طير حوران ساعد مليك العرب راع الزعامة، وأميرنا راع المواقف والإنسان والنايب اللي نحترم له مقامه، وتحيتي لرجال يامن وهمدان وجميع من يفرض علينا احترامه، ويام وشمر من قديم لنا أخوان سلام سلم عليهم عد مزن الغمامة وسلامتك والمعذرة. صح لسانك.